وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الأستاذة فاطمة عزيز رستم المدير التنفيذي للعمليات في صادرات البحرين، أكدت أهمية الدور الذي تقوم به صادرات البحرين في الترويج للمنتج والخدمات البحرينية ومدى مساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني. تعتبر الذكرى الرابعة لصادرات البحرين تذكير بكل الجهود المبذولة على مدى الأعوام اللي مضت، واللي أدت إلى نتائج انعكست إيجابياً على اقتصاد المملكة. الحمد لله تمكنا من دعم أكثر من 369 مليون دولار أمريكي من الصادرات، ووصلنا مساعينا لتعزيز نمو المؤسسات القائمة في البحرين على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال حزمة من الحلول اللي ابتكرناها اللي تدعم المؤسسات القائمة في البحرين. ونتعهد احنا في صادرات البحرين ان شاء الله على مواصله بناء ما تم تحقيقه من انجازات وتطوير وزياده كفاءه المجموعه من الحلول والخدمات اللي ابتكرناها، واللي تسرع نمو الصادرات وتحفز الابتكار وتدفع عجله النمو الاقتصادي وترسخ مكانه مملكه البحرين كمركز استراتيجي للتغذيه.